لا مستحيل واحد. انتم ما تعطوا رخصة حق الناس تطلع بسيارة. لم يكن مفاجئا أن يختار النظام الخليفي اعتقال الناشط نبيل رجب مع بدء التصعيد الجديد الذي بدأ في يونيو الماضي. إنهم يعرفون أن خطرهم من رجب يوازي أخطارا كثيرة لا يطيقون معها صبرا واحتمالا. وشهرين ناس قتلت البارحة ما أطلقوا النار على واحد قتلوه. نفذ الخليفيون كل الطرق والوسائل التي ظنوا أنها يمكن أن تسكت رجب أو تجعله على الحياد الرمادي وبعيدا عن هموم الناس وآمالهم. حركوا الإغراءات وأعطوه سلة مليئة بالفواكه السامة والعطايا العظيمة، إلا أن تاج الثورة كما يصفه البعض لم يكن سهل المنال أمام المغريات. وهو كذلك كان أقوى من التهديدات التي لم يوقف الخليفيون إنزالها عليها ومن كبار القوم. لقد هزئ رجب من كل ذلك وقالها صريحة أمام الخليفيين وقضاتهم، فهو لا يمكن أن يتنازل عن خياره في قول الحق وفي كشف الجرائم والانتهاكات، ولو كان ثمن هذه العذابات والمحاكمات الجائرة التي سخر منها رجب، وهو الذي يعلم أن آل خليفة لن يوقف انتقامهم منها ومنذ أن رفع رأسه في وجه القتلة والجلادين. أنا الرجال أدعو الناس للاعتصام والمسيرات. تدعو الاعتصام معناته أنت المخالف الأكبر. أي مخالف؟ أي مخالف؟ أنتم المخالفين بتقتل الناس وبسجل الناس وبتعذيب الناس وبالغ على بيوت الناس وبسرقة بيوت الناس. انتون الغلطانين. العالم الذي يفضل المصالح وإطباق فمه أمام استهداف الخليفيين لأبرز حقوقي البحرين والمنطقة هو عالم غير كفء لنصرة شعب البحرين والمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى رأسهم رجب. وبدلا من ذلك يفضل البحرانيون أن يمسكوا بالراية التي رفعها عبد الهادي الخواجة معلم الحقوق الأول وأستاذ نبيل رجب. الخواجة راهن على الناس وانحاز إليهم ورفع رأسه بينهم، ولم ينفع التنكيل به وتهشيم رأسه وحكم المؤبد في أن يهز موقفه الثابت والأصيل. وفي هذا السبيل يمضي رجب وهو يخضع لمحاكمة يجهز لها الخليفيون حكما قاسيا ضده، ولكن صاحب شارة النصر التي لا تنحني ما كان ليتراجع قيد أمولة وهو من كسر القيود أكثر من مرة، وكتب على جبينه واحدة من أجمل قصص الصمود ومصارعة الطغيان. سجن سنتين ثلاث مؤبد سوف لن يغير من مواقفنا. نحن متجهين نحو الديمقراطية، نحو العدالة، وراح نناضل دون توقف. وأنا أطالبكم شباب، وأنا أوعدكم أننا سوف نهزمهم.